أنا وين بلقى الصاحب اللي يسر البال؟ حميد السجاية عشرته ما يغيرها، تعبنا من أصحاب الطمع وهالقيل وقال، ما دام إن هذا مبتداها وشاخرها. ثلاث من الحاجات تجرح كالرجال، خصوصا اللي اجت عند من لا يقدرها. اللي يعطيت صاحبك الغلا والثقة والمال، ثم قفا وراح وقال ماني بخابرها. تصدق تكذب ما معك من تعب كريال، غدو بهريا جيل نضعاف ضمايرها. في لدارة الدنيا وجا من طرف كهمال، في حاجة ورظهور العرب لا تدورها. اخذ عبرة الأصحاب ويحلها الحلال، علشان مرة ثانية ما تكررها.